كثير من المربين والمعلمين والآباء يخيف أبناءه أو من يربيهم بشخصه، يخيفهم بشخصه لا يخيفه في الله، وهذا خلل في التربية، هذا خلل في التربية. الأصل أن تخيفه في الله. انظر الإخافة في الله في تربية لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أين مثل هذه التربية من قول قائل لابنه: يا بني إن فعلت كذا وكذا أنا متابع لك وأنا أسأل عنك وأنا من ورائك؟ هذا أخافهم بماذا؟ بشخصه. والأول أخافهم بالله، وإذا أخافه بالله تبارك وتعالى ينشأ الابن في كل الأوقات يراقب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أخافه من شخصه، إذا أحس يوما من الأيام أن والده أو من يربيه لا يعلم به، بدأ يتفلت، وهذا يوجد خلل في التربية والتأديب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخفهم في الله عز وجل.